بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نحن في الليلة 17 رمضان، تمام، سنة 1445، 17 رمضان سنة 2 هجرة. أحسنت. أهم يوم بالحياة بالتاريخ، تاريخ البشر من هون لنهار القيامة، هذا أهم يوم حصلت فيه معركة شو؟ معركة بدر. فبكرة يعيش الإنسان ذكرى هذه المعركة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. إذن نحن إنما نعيش وإنما نعبد الله عز وجل في هذه المساجد وفي هذه البلاد وفي هذه الأرض في ظلال ماذا؟ في ظلال معركة بدر. لكن معركة بدر اللي بيدرسها بسياق يعني المقاييس، خلينا نقول المقاييس القتالية أو ما شابه ذلك، ليست بتلك المعركة الكبيرة، يعني 14 شهيد من المسلمين، 70 قتيل من المشركين، 70 أسير، مقاييس عادية يعني. لكن من أين جاءت أهمية هذه المعركة التي احتفى بها القرآن احتفاء شديدا، حتى سماها في القرآن بماذا؟ يوم الفرقان. وحتى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما رؤي الشيطان أصغر منه كصغره يوم بدر. لماذا؟ قال: لأن معركة بدر مثلت إعلان الوجود للإسلام. يعني الإسلام بقي 6 قرون، مسلم هون ومسلم هناك ومسلم بنصيبين ومسلم بعمورية ومسلم بكل مكان. حتى سيدنا سلمان الفارسي لما كان يريد ويطلب إنسانا صالحا، بس يجي اللي معه مرافقه يقول له مثلا: وين تعهد بي؟ بده يموت. يقول له: لا أعلم في الأرض أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل في نصيبين، رجل في عمورية، رجل يعني كل الأرض أشم واحد. لذلك يعني ذكر في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فشو فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب، هاي وقت البعثة. فلأجل هذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت هذه الحال 600 سنة حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي أصبح موجودا وأعلن عن وجوده وعن حضوره. متى؟ في معركة بدر. أي أن الإسلام في ذلك اليوم قد قال كلمته: نحن هنا، نحن موجودون. اللي بده يمر، اللي بده يروح، من حاربنا حاربناه، ومن سالمنا سالمناه، ومن أوى إلينا آويناه. هي أول نقطة، هي إعلان للوجود. 2، هو إشعال للأمل في قلوب المسلمين. المسلمون لما خرجوا إلى بدر كيف عبر القرآن عن ذلك في سورة الأنفال؟ قال: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما شو؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني الصحابة شايفين الطلعة خلص هلاك، ولكن يعني أنت تقدر شيئا وأنا أقدر شيئا والله أدرى بالحق، ليحق الله شو الحق ويبطل الباطل. شو كانت النتيجة؟ أبو جهل لما خرج شو قال؟ قال: هذا محمد وجماعته جايين يعلموا علينا، لنخرجن حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب عن بكرة أبيها فتهابنا مهابة ليس بعدها مهابة. شو كانت النتيجة؟ سرنا وساروا إلى بدر اللي حتفهم، ولو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم شر الموارد فيه الخزي والعار. وصلوا إلى بدر، نعم، وسمعت بهم العرب، نعم، لكن بما سمعت العرب؟ سمعت العرب بهلاكهم، وسمعت العرب بخسارتهم، وسمعت العرب بمقتلهم شر قتله. وهذا ما نعيشه اليوم نحن يا كرام، نستحضره فيما يعيشه أهلنا المرابطون في غزة اليوم في ظلال طوفان الأقصى اليوم. نعم، الأمر صعب والأمر شاق، ولكن أنا ما تأملت طوفان الأقصى إلا ورأيت غزوة بدر. اليوم نحن كلنا تقريبا 99% من المسلمين لو كلمته عن فكرة فلسطين والأقصى وعودة القدس يقول لك: روح يا زلمة، شو قاعد تسولف؟ سولف غير هالسولافة هاي. لكن بعد طوفان الأقصى صار الكل يقول لك: نعم، بإمكاننا، الأمل موجود، وإن شاء الله عز وجل الأمل قادم. لكن الثمن ثمن غالي ونفيس، وعبر عنه القرآن:
ماذا قال القرآن؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إلكم وحدة. المسلمين شو بدهم؟ أي بدهم مش الغنائم، بدهم الشغلة السهلة الريحة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. بس رب العالمين شو بده؟ بده ذات الشوكة، لأنه لا عز إلا بذات الشوكة. فهذه هي معركة بدر. معركة بدر لو تأملها المتأمل لما يعني انتهى. فنحن مدعونا في هذه الليلة وفي الغد أن نقرأ أكثر. أنا لا مجال الآن، هي دقائق معدودة لأن أسرد شيئا، ولكن نقرأ معركة بدر، نعيش معركة بدر، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا قوما كقوم بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.